حيا الله الجميع من مطبخي. بسوي معكم صينية الرز بالخضار والدجاج، جدا سهلة. بحمص الدجاج مع بصل وفلفل وثوم، وبعدين عندي خضار، أي خضار عندك. أنا بحط كوسة وجزر وباذنجان وبطاطس، بقلاها بالقلاية الهوائية بعدين نضيفها للدجاج. في البداية بحمص الدجاج إلين يبيض لونه، بعدين نضيف له البصل والفلفل والثوم والتوابل. بعد ما تغير لون الدجاج ضفت البصل والفلفل الملون، الفلفل الملون عشان يعطي لون حلو. بضيف بهارات مشكلة، بهار الدجاج، بابريكا، فلفل أسود وملح. بعد ما حسيت ان البصل جبل بضيف الثوم وحمسه شوي، بعدين نضيف له صلصة طماطم وطماطم مقطعة. ضفت الصلصة والطماطم المقطعة، بضيف شوية موية عشان يصير عندي شوي صوص، وخمس دقايق ويطفى عني. خلاص كذا الدجاج عندي استوى، بطفي النار وبسلق الرز نص سلقة، يعني نص استواء، علشان نضيفه للدجاج وللخضار. الحين هذا الرز عندي رز بنجابي مهيدب مغسول ومنقوع، حطيت الحين بقدر وحطيت عليه ملح وزيت، وبضيف له مويه مغلية. خلاص مقادير الصينية جهزت، هذا الدجاج وخلاص استوى، وهذه الخضار سويتها بالقلاية الهوائية، باذنجان وكوسة وجزر وبطاطس وزهرة. طبعا انتوا حطوا الخضار اللي تحبونها، وهذا الرز وسلقته نص استوى. اللي راح تسوينه انك تجيبين اي صينية عندك، تدهنينه بشوي زيت او زبدة. انا بستخدم قالب كبير وقالب صغير، حلو بالتقديم. بنحط هنا طبقة رز، حطيت اول طبقة من الرز، الحين بحط من الدجاج أوزعها، وبعدين راح نرش عليه من الخضار اللي شويناها. بعد ما تحطون الدجاج توزعون الخضار كذا فوقها، بعدين تحطون طبقة رز زي هالقالب، حشيته وبعدين غطيته بالرز. خلاص كذا الصينية جهزت، حطيت قطع زبدة كذا على الوجه عشان تعطيها نكهة وطعم. بغطيها وادخلها فرن ساخن تقريبا من ربع ساعة الى 20 دقيقة. وهذا الرز بالخضار والدجاج خلص. هذا القالب الصغير قلبته، حلو في التقديم زي ما تشوفون، وممكن تستخدمون الصينية الكبيرة وبالعافية. وهذه الصينية الكبيرة بعد ما زينتها بالمكسرات والبصل المحموس، عادي تقدمونها كأنك تقدمين اي صينية، تقطعينها مربعات وبالعافية.